السلام عليكم. يا جماعة، نالو الشيطان، يا مسؤولين نالو الشيطان في السيور ولا مانيش عارف. انا اللي متلفين بالماء. جماعة، راكم تقولوا الناس قعدوا في الدار، راكم تقولوا الناس قعدوا في الدار. كيف السين الناس يتخرج تسقين ما دروك؟ راي الهامج، راي الطيحة، راه الغاشي بعضهم بعض باش يجيبوا الماء باش يغسلوا. كاين ناس عندها ولادة يغسل له، كاين عندها دي مالات، كاين هو باش يغسل نفسه، كاين باش يصلي باش يتوضا. راكم مرات في هذا الوقت الماء مقطوع بالسيمانة في وهران، راكم مرات تلقوا 5 دقائق تقطعوه. حبيك مانيش عاقل جزائري، يعني والله راني شاك بلي راني عايش في الجزائر، جامي عقلت على جزائر كيما هاك. حتى تلقوا الماء الله يهديكم، كاين ناس مرات، كاين ناس عندها لي زونفون ينقيهم، كاين اللي ينقي روحها، كاين الوسخ من الوسخ هو اللي يجيب المرض. الله يهديكم الله يهديكم. كيفاش حنا رانا باين وعوا الشعب باش يقعد في دارهم؟ كيف تقول يقعد في دارهم هو ما عندهش الماء؟ بصح ما يقعدش في الدار. الله يهديكم يا مراد، انتم ما بقاش راكم تضربوا، واش راكم تضربوا؟ شاكم ذا حاجه كاينه ماكمش عابين، شاكم تاكلوا؟ ما شاء الله بالكم كاع بهذا الشعب يموت يخنز يا حماد، يصرى له لي يصرى له، ينعلوا الشيطان. مالكم وهرّي تعاني مدينه كيما وهران ما كاش الماء؟ حسبي الله نعم الوكيل. كيفاش حنا باين نحاولوا بغينا نديروا توعيه باش الناس تقعد في الدار تقطعوا لهم الماء؟ كيفاش نقدر نواجه الشعب نقول لك لا اقعد في الدار؟ يقول لك انا ما عنديش الماء، تقول لي اقعد في الدار؟ يروح يسقي على روحه، عندها الصاع يخرج باش يسقي؟ مين في السبانه ما كاش الماء؟ الله يهديكم. ما فهمتش، بغيتونا هاد الجزائر؟ اسكو هاد لانجيري بغيتونا نعيشو كيما هاك؟ حرام عليكم في هاد الشعب مسكين، في حرام عليكم في هاد الشعب. دوك تا الما يشتاقه امراض، نتوما امراض، الله يجيب لكم مصيبه ان شاء الله من عند سيدي ربي تلهو فيها كيما راكم دايرين هاد الشعب وكيما راكم دايرين هاد البلاد.